زون ميكست. السلام عليكم من جديد في زون ميكست في اخر جزء من حصتنا اليوم. كما قلت في اول حصه كان بريفيو يكون معنا في الساعه الثانيه اللاعب السابق للنجم الساحلي والمسير الحالي انيس النصري. للاسف انيس ما كانش باش يكون موجود معنا، لكن هم مش معنا بالتليفون. انيس اهلا بك. اهلا بك اسلام، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام. خويا حبينا تكون بحذانا خويا. صحيح قبل كل شيء قدم اعتذار ستو منك انت يا اسلام، كلمت من اول الجمعه صحيح باش يكون موجود وحبيت يكون موجود. ماك تعرف عندنا غدوه ديبلاسمون معناها الاونفاج ماشيين غدوه لمصر، دونك لافي ماك تعرف ديما واحد ما يقعدش يستنى على دافير مينوت او شويه معناها تحضير ملفات تحضير معناها السفر وكل هكا. علاش اللي كنت ما خلطتش باش نجم نكون بحذاكم؟ انا تو خرجت من سوسه باتجاه تونس، دونك ضيعت برشا وقت اليوم معناها في التحضير الواحد وما خرجت من غادي لما تهنيت على كل شيء. المهم كل شيء مريقل وريحه الايطوال غدوه ان شاء الله فيك احسن ظروف. ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي الناس كل معناها حاضرين ومعناها باك تعرف الجو تاع البي سي ار والدنيا والبوايج تاعو بعد الكورونا كل دونك حضرنا كل شيء وربي يجيبنا بالصبر ان شاء الله. باهي طمنا مورالمون على حاله الملاعبيه البارح. الايطوال عملت بدايه طيبه في الشامبيونان، الناس كل فرحنا، لكن عثر البارح ما كانتش متوقعه. مورالمون حاضرين الماتش الكوب دافريك؟ شوف زين صحيح وكلامك معناها ما كانتش متوقع الحقيقه، معناها نحن حتى كمسؤولين ولا حتى كلاعبين ما كناش معناها مع احتراماتنا الفريق نتاع مستقبل سليمان اللي بكل صراحه معناها فريق محترم وعمل مقابله كبيره البارح، كان هو يمكن معناها حاضر اكثر في الميدان واستحق الانتصار نتاعو. نحن كما قلت لك معناها اول هزيمه بعد زوج مقابلات عديناهم وتسرنا فيهم، هذا عادي معناها نحن مازلنا كما نقولوا اون رداج، مازلنا كي بدينا معناها الموسم نتاعنا. صحيح كل نقطه بحسابها، الواحد اللي يخدم يلعب على اللقب يكون من الاول لو ماكس نتاع الكونتور ديمي ماركي. على غالب البارح ما وفقناش ربي. بالنسبه لنا كمسؤولين معناها حسب على بالخبره نتاعنا متواضعه كل اون جير لا فيكتوار كيف السيتيون بعد الديفيت، دونك اللاعبيه حاسين اللي معناها المقابله كانت في ايديهم على الغالب. كل حاجه في طريقها، تو عندنا كاس الاتحاد الافريقي ان شاء الله يكونوا معناها اللاعبين كل حاضرين. تعرف اسلام نحن بالعوده نتاع البطوله بعد التوقف الطويل وبعد تلعب وبعد ترجع تقعد شهرين وبعد تعاود ترجع، دونك خلى برشا اصابات تصير في الفريق. كل نهار معناها مقابله تلقى عندنا زوج ثلاثه معناها غايبين، ان شاء الله بالمرور الايام والاسابيع القادمه يكمل الافكتيف ويكون معناها الافكتيف على ذمه المدرب، هكا يولي عنده الشواء اكثر في معناها في تحضير اللاعبين وكذا. دونك قلت ربي نحن المورال مرفوع لاباس، ان شاء الله الناس الكل معناها كيما قلت لك حاضرين، واللي باش يمشي ان شاء الله باش يقوم بالواجب نتاعه، وهذا هو نحن ماشيين المقابله هذه. والنجم الساحلي معناها عنده الاكسبيريونس الكافيه في السفر في الافريق، ولهنا نعرف حتى مصر مش كيما الاجواء الافريقيه معناها اجواء عباره في تونس. ان شاء الله يجيبنا ربي الثواب ونجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ما غادي ان شاء الله بالتوفيق الممثل تونس في المسابقه هذه. اكيد انيس بون كنت حضر لك برشا اسئله، يعني نخلي لك اهم نتاعهم باعتبار ضيق الوقت مكملين حتى الخمسه اللي بعثوهم احباء الاتوال. عمناوي الاحباء متقلقين على مراكز حراسه المرمى، في بالنا الناس كل تهنينا بعوده البلبولي. البلبولي خطا البارح، نجم نقولوا سحابه صيف عابره والا شنو بالضبط انيس الحكايه؟ شوف شنو دوا صحيح معناها راهو يجي نقول لك كما ماش اهداف اذا ماش اخطاء، دونك الاخطاء هذا صحيح كان خطا معناها من بلبولي، هذا معناها ما واحد ما ينجمش يكر فيه، لكن بلبولي قبلها اي يمكن بدي مينوت ولا بسام مينوت نحى معناها قرار ما نجم نتصورش من هيكل بلبولي، دونك هنا ما تنجمش تلوم. بالنسبه لحارس مرمى اللي يقولوا الجمهور النجم الساحلي راهو عندنا من بلبولي كريدان جابسي معناها من ثلاثه حراس معناها قاعدين يخدموا خدمه باهيه معاه كما قلت لك معناها عندنا زاد حارس رابع في المنتخب الاوسط كيف عنده مستقبل كبير، دونك ما عندناش اشكال في حراسه المرمى تاع النجم الساحلي، وهذا خطا يصير كيما معناها يصير على البلبولي كيما نجم يصير على اي حارس. صحيح ديما يصير من عند البلبولي يمكن يتلام اكثر لخاطر قيمه البلبولي معناها والكفاءه اللي عنده، لكن كيما نقول نحن ما نقعدوش معناها نشدوا على اللاعب كيفاش خطا، عندنا مقابلات اخرى جايين وان شاء الله يكون معناها في محدود احسن من هكاك وتصير اغلاط راهو عادي، هذا معناها ماناش نجرموا نحن البلبولي. نعرفوا نحن البلبولي اليوم مش انيس باش يجي يحكي عليه وكذا، كيما قلت لك الاخطاء تصير وعاديه معناها ما نكبروهاش. جاتنا بخساره ثلاث نقاط، ان شاء الله نعوضوها في مقابلات اخرى ان شاء الله. انيس ما سمتليش في الكلام نتاعك اشرف الكريري ومكرم بديري، شنو وضعيتهم اليوم؟
والله تو حد ما احنا وصلنا معناها الفريق النجم الساحلي الحقيقه معناها لقينا الفريق معناها عندنا فريق اللي هو تو قاعد يشارك بالبطوله والكاس الاتحاد الافريقي محسوب على ذمه المدرب فما نقول 33 ولا 32 لاعب جينا لقينا زاد جروب اخرى معناها اللي فيها الجيري وكرير اللي هم معناها في الجروب الثاني هذه قاعدين يتدربوا كما قلت معناها الوضعيه نتاعهم الحقيقه معناها نحن توجدنا معناها المقابلات جرت بعضهم حتى الواحد باش يقعد مع الملاعبية ولا باش يحكي يقول ما زلنا ان شاء الله معناها في اقرب وقت معناها يشوفوا حل معناها سواء كان باش يكملوا في النجم الساحلي ولا باش يغادروا هذه معناها الحقيقه سبقتنا الحكايه هذه دونك ملف نتاعو في الاداره تاع النجم الساحلي وانا من النوع اللي نحكي توا كملاعب قديم هكا مانيش تحكي مسؤول وكل ماذا بينا نحن اي انسان معناها لاعب كره لازم ينشط على روحه لازم يلعب ما يقعدش قاعد هكا تعرف الملاعبيه سواء اللي نحن شارك في النجم الساحلي ولا حتى اللي هو قاعد معناها مش قاعد يلعب دي ماذا بينا نلقاو حلول للناس الكل ترضي الاطراف الكل ان شاء الله. قعدتوا بديتوا تحكيوا معاهم ولا ما زلتوا؟ الحقيقة ما زلنا والله ما كيما قلت لك اسلام احنا راهو ما زلنا كي دخلنا محسوب توا انا بالضبط عندي 18 يوم 17 يوم معناها مع اللي تسميه جد فهمت ما زلنا ما حكيناش دخلنا ديريكت في جو المقابلات هاك تشوف معناها توا اليوم البارح لعبنا سليمان غدوه نسافروا لمصر بعد نرجعوا نلعبوا مع المستير وبعد عندك اكسبيرونس معناها اللي في دو ترو فهمت ان شاء الله في اقرب وقت معناها نلقاو حلول وان شاء الله معناها يرضي الناس الكل. يعني كنت بحذايا لهنا في مارس اللي فات سالتك انا قلت لك نجم نشوفوك في البيرو نتاع ايطوال قلت لي ان شاء الله قريب ظهر لي ما بطاتش برشا. والله شوف اسلام خويا راهي شوف النجم الساحلي ماشي ديما قريبه بالنسبه لي ديما موجود انا حتى شويه كنت معناها عندي رول في الجمعيه كبوست معناها ولا كمسير ولا اللي هو فانا كنت ديما قريب وانت تعرف ديما نقول لك معناها عندي اتصالات مع الرئيس ولا حتى مع المسؤولين اللي كانوا ولا حتى مع الاطار الفني قريب ديما للجمعيه جات الفرصه ديما جات قبل وما كتبش مكتوب توا جات الفرصه باش نخدم بالنسبه لي انا هذا التكليف والتشريف زاد اون ميم تون هذه جمعيه انا تربيت فيها لعبت فيها من انا صغير حليت عيني عليها دونك ما نجمش نقول لا الحقيقه كان عندي زوز جهات اسلام انا كنت اما نمشي نكمل قرايتي في التدريب والا نكون مسير جات فرصه تاع التسيير قبل تو علاش لا قلت مع فريق معناها مستحق اي انسان باش يقف يعاون انت انيس سبقتني في السؤال الثاني قبل قلت لي نحب ندرب وقتها صحيح والله الحقيقه شوف انا عملت كما قلت الانيشاتور 1 و 2 وعملت الكافي خذيتهم باش نعدي الكاف بي تو قريب بروشينمون معناها مانيش باش نقص عليه الحقيقه هذيك واحد دومين كوره ويلعب في الكوره حياته كامله معناها مش نكون بعيد على جو الكوره جات الفرصه هذه كما قلت لك باش نكون معناها مسؤول على الفرع على كره قدم اكابر ما قلتش لا تجربه بالنسبه لي باهي باش تفيدني وكيف كيف نجم نعاون الفريق نتاعي دونك قلت اوكي وبدينا نخدموا على رواحنا وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب. باهي اكثر سؤال تقريبا انيس من اللي العباد عرفت باش تكون بحذانا لهنا وضعيه محمد امين بن عمر. شوف انا الحقيقه راهو كيما قلت جيت ما عنديش برشا الوضعيه هذه راهي مش معناها تاع اليوم معناها وضعيه من عندها مده امين بن عمر صحيح عنده معناها متخلدات مع الفريق هذا عادي ورئيس في بالو بيه والنادي في بالو بيه قاعد يلعب لابروف شفتو البارح كان يلعب تيتولار كل حاجه في طريقها انسان لازم يكون موجود ومادامه عنده عقد في النجم الساحلي لازم يكون موجود ويقدم الواجب نتاعه وهذا معناه مش غريب على بن عمر والجمعيه والحقيقه كل حاجه في بلاصتها حتى حكيت مع امين من النوع اللي يحب ديما يلعب هذا بيه موجود فهمتي ويقدم مردود نتاعه اللي متعهد به ونعرفوه دونك الامور الماليه هذيك ما عندها وين هاربه قلت ربي معناها لازم فما فيها حلول ونزيد نقول لك للتاريخ النجم الساحلي عمره ما خذا حق ملاعبي الناس كل معناها خذا حقوقها فما حتى اللي لعب اشتر ميتون وخذا اكثر من معناها خذا حقه واكثر دونك ما فما حتى حد معناها باش يتقلق من الحكايه هذيا وراك شفت معناها تو ديما نسمع معنا الناس الكل تكلموا و 12 لاعب شاكين ودرس هذا بالجمعيات الكل الناس كل الانسان اللي عنده فلوس يسالها الجمعيه باش يضمنها ماش نغزروهاش بلغه الشاكين نغزروها باش يضمن حقه وهذا معناها حق هذا يكون معناها متعرف به وحتى حد بينجم يقول لا لا المفيد نحن ما بيناتنا هو التيران اللي يكون معناها موجود على ذمه النجم الساحلي عنده لازم يكون موجود ويكون موظف ويلعب على روحه هذا هو عنده دي زوفر من مثلا سمعنا بيراميدز انيس
الحقيقة ما عندي حتى علم في الموضوع هذا. ما بالنسبة لي نحن ما عندنا حتى علم وما حكيناش في الموضوع هذا بكل أمين. قاعد كما قلت لك يدرب وغدوا إن شاء الله باش يسافر معنا لمصر. والبارح هاك شفتوه هو لعب. دونك الحقيقة ما لحد الآن ما عندنا حتى علم في الحكاية هذه. هو وضعيته غامضة شوية الكونتراه نتاعو. وقت شوفه أنيس ما أنا نسمعه فيه ما أنا باش يشوفه. شنو وضعيته بالضبط الكونتراه نتاعو؟ إسلام باش نقول لك نكون واضحة معك. في الديتاي هذوما الحقيقة ما عنديش عليهم فكرة قبل كده. تو تنجم تسألني تقول لي كيفاش أنت معناها معاهم وتعرفش. بالنسبة لي تو أهم حاجة اللي جينا مركزين عليها هو معناها إرجاع الفريق للهيبة نتاعه وإرجاع الفريق للسكة الصحيحة معناها للنتائج الإيجابية اللي طالب بها الجمهور. هذه أهم حاجة. بالنسبة لنا معناها سواء أمين ولا غير أمين أي إنسان يكون معناها عنده عقد والنجم الساحلي مستحقه باش يلعب راهو لازم يكون موجود. دونك الحوايج الاخرى هذه الجانبيه نتاع اللي ما بين اللاعب العقد وما بين اداره النجم الساحلي بينه هو والفريق نتاعه وانا ما نجمش الحقيقه ندخل فيها ونحكي فيها. التعزيزات الاداريه والا الفنيه بس عصام الحضري مثلا ويوصل الموضوع نتاعه ونيس؟ والله شوف بالنسبه لعصام الحضري معناها تو سمعت اللي هو باش يكون موجود معناها مع الاداره الفنيه. لحد الان معناها ما جاش مازال في مصر. قالوا هذا باش نتقابلوا معاه غادي ان شاء الله في مصر. هذا كيما قلت لك موضوع ما بين زبير وما بين سيريدا. بعد ما ناتي يمكن الايامات القادمه ما نعرفوا شنو الصحيح شنو الغلط. زبير باش يكون بصفه رسميه ولا فقط تعاون؟ انا الحقيقه قبل نشد نجم الساحل ما ندخل مع الفريق كلمني الحقيقه زبير وكان يتصل بيا هو وبعد كلمني سيريدا. دونك نتصور معناها باش يكون ان شاء الله في الفتره القادمه يكون على معناها في الفريق. وهذا هو نحن الهدف نتاعنا هو اهم حاجه كلمه لم الشمر راهي صحيح وهذاك هو اللي طالبينه نحن باش الناس كل يد واحده والناس كل ترجع للفريق نتاعها. نبعدوا على كل الحديث الجانبيه واللي ما عندها وين توصل. اهم حاجه كما قلت لك تو ليكيب نحن ثم المؤمنين وتخدموا شوف معنا تاخذ الاوبجيكتيف نتاعك خليك تسد الفريق قدام الناس في الفرقه. تو الاجواء طيبه الحقيقه حتى بالجماهير معناها مرتاحه للاجواء اللي في وسط الفريق. دونك كيما قلت لك زبير ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله معناها ما نحبش نتكلم بالسنه باش يكون النجم يكون معناها في الاداره تاع النجم الساحلي ان شاء الله. باهي ما نطولش عليك انت في الثنيه لتونس انيس. اخر سؤال بعد تعيين جلال كريفه الشكر العميري مازال في ليتوال ما عادش شنو بالضبط؟ بلا سؤالات يا خويا بلا سؤالات. والله شوف سي شكري الحقيقه ما قابلتوش انا ملي بديت ما قابلتوش. أنا ابن النادي مسؤول معناها خدم بارك الله فيه والناس كل اللي خدمت وانا نحيي اي انسان يخدم في فريق والحقيقه قاعدين نكملوا في الخدمه اللي بداوها هما. بيان سور معناها كل واحد كيفاش يشوف يشوف كيفاش معناها طريقه التسيير ولو انا معناها مانيش في الرول نتاع سي شكري. هذوما بناء الفريق الدار ما حلول الناس الكل نجم الساحلي فريق الناس الكل. وكما عاود نرجع لك قلت لك اهم حاجه الناس الكل مع بعضها وباش نجم نتقدم بالفريق. دونك شوف شنو نقول لك موجوده مش موجوده. اسمه سي جلال بيخدم في مدير اداري معناها ما عنده حتى دخل بسي شكري العميري. دونك كما قلت لك النادي مفتوح للابناء الكل والناس الكل ينجم يعاون يا خويا مرحبا به. تك صحة شكرا ليك كنيس شعب بالتوفيق ضد المقاولين العرب. ما دام سألتك عن المقاولين في ثلاثة توانسة نجم يكونوا يساعدوا شوية هذا الفريق الآخر ولا ما عندوش علاقة؟ لا نجم بيان سور نعرفوهم من اللاعبين اللي يلعبوا في المقاولون هما كيف كيف أنا عندهم زاد فكرة على النجم الساحلي. باري نعرفوا أنا سمعت بالجزيري عنده الكوفيد 19. أي بالضبط. وفما حتى المدرب نتاعهم وفما زاد حتى معناها توا شكوك اللي عندهم أكثر من 8 لاعبين كيف كيف. يبقى تو الواحد كي نمشيو غادي سير بلاس باش نزيد نتاكد من الحكايه هذه. نحن اهم حاجه كيما قلت لك نوزر الملاعبين نتاعنا والفريق نتاعنا ونحضر المقابله نتاعنا كما يلزم. وعندنا نهارين معناها غدوه وان شاء الله ونهار الاثنين باش نكونوا جاهزين ليوم مباراه. هذه اهم حاجه كيما قلت لك يلزمنا نرجع بنتيجه ايجابيه مو باش نعاود ترجع السيكل نتاع الاجواء ونتاع النتائج الايجابيه. وهذا اللي نخدم عليه خويا سلام. فهمت اهم حاجه كيما قلت لك الفريق نجم الساحلي راهو يلزمنا نبعدوا على ذاك الاجواء اللي كانت قبل. ما يلزمش اللاعب يتسانس كيما قلت لك راهو يتعادل ولا يخسر ما يلزمش تتعدى كيما يلزم دمها معناها. صحيح. الملاعب راهو في النجم الساحلي كي يلعب يلعب كان على الربح ما يلعبش على حاجه اخرى. وهذه هو معناها قال هذا هي تاريخ نتاع الجمعيات الكبرى وهذا هو قدر اللي يلعبوا في النجم الساحلي ولا حتى في جمعيه اخرى كبرى. التحول مش مع الترجي يا اخي سمعنا فرد رحله مع الترجي. لا 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 هذا لا. واضح. يعطيك الصحة شكرا ليك. عايشك.
على كل التفاصيل مديتنا بها أنيس الناصري مرافق فريق النجم الرياضي الساحلي واللاعب السابق في صفوف الإتوال وكذلك الملعب التونسي. بون كان بخيفي يكون بحضرنا برشا أسئلة كنا محضر لهم الأنيس كانوا بحثوهم محباء الإتوال إن شاء الله في مناسبات قادمة يكون بحضرنا اللاعب أنيس الناصري. هكا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم زون ميكست. أكيد كان معنا تابعنا مقابلة متابعة خاصة لمقابلة القمة اليوم بين السي اس اس والكلوب. ايضا كان معنا اسامه البوغان مي كان نحكي على موضوع شبهات حول اختلاس اموال في نجم المتلوي. كان جبد بالاسماء سليم بوداسنيم اللي كان طلب حق رد ودخل معنا كما جبد ايضا محمد الديناري رئيس نجم المتلوي كيف حق رد مكفول ليه في كل وقت. ايضا تابعنا تصريحات بعد مقابله السي اس اس والكلوب مع اسعد الدريدي انيس بوجلبان محمد سولا كذلك كلهم مدونا بتصريحات لامنهم زميلنا فاضل ابو جناح وكمان مع انيس النصري كان تحصلنا عليه بالتليفون في ظل انه ما نجمناش ناخذوه يكون معنا في الاستوديو. قاعد يقوم بترتيبات رحله الاتوال غدوه ان شاء الله لمصر خذ مقابله المقاولون العرب. بالتصريحات الكل اللي فيديو الكل نجموا تلقاهم على الباج نتاعنا اكسبريس افام والا اكسبريس اسبور. شكرا لمنال السيسي في الاخراج وقبلها عليا باش. شكرا ايضا تقوى اللي كانت امنت لكم اللايف ستريمينج على الباج فيسبوك. اجمل تحيات اسلام.